مكان ومنبر للأحداث والأحاديث، صيت ومكانة في الأذهان والذاكرة. المجلس بجذوره المتأصلة في التاريخ السعودي واقترانه بدلالات تراثية وثقافية وتجسيده صورة اجتماعية سامية تدعو للتآلف والتقارب، شرع أبوابه ليكون مقصداً للقريب والغريب، الصديق وعابر السبيل، ليقدم دعوة نبيلة لتعليم الأعراف والتقاليد، ويمثل مشهداً في حسن الضيافة والحفاوة، ويعكس الاحترام المتبادل بين رواده بتقديم من يتمتع بمكانة خاصة ككبار السن والقضاة والشيوخ لصدر المجلس. وتتشابه سمات المجالس في مختلف المناطق، حيث يغلب عليها الرحابة والاتساع لاستيعاب أعداد كبيرة من الضيوف، كما تغطى أرضيتها بالسجاد وتزود أماكن جلوسها بالوسائد والمتكئات، وتحتوي على الوجار أو المشق وهو موقد لإعداد القهوة والشاي. وقد مثلت المجالس ساحة نقاش ومنصة احتفاء، ففيها تحل القضايا الاجتماعية والعائلية وتفض النزاعات وتقام المناسبات والأفراح، كما أن لها دوراً بارزاً في نقل التراث الشفهي من القصص الشعبية والغناء الشعبي والشعر النبطي. والأهمية التراثية سجلت المملكة المجلس عنصراً ثقافياً عالمياً ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو. من صدر المجلس استمر المشهد الثقافي المحلي وما زال شاهداً على قيم رصينة وعادات أصيلة.